هو ايه هي موضوع اللائحة الاسترشادية، وهل هي استرشادية ولا هي إلزامية؟ اللائحة استرشادية ويقال عنها أنها استرشادية، في حين أن المراد أن تصبح لائحة إلزامية. يعني ليه فعلا؟ هي لائحة، يقال أن الجمعيات العمومية الخاصة باللائحة في الأندية والهيئات الرياضية تجتمع وتقرر إما أنها تقبل اللائحة الاسترشادية أو تعمل لائحتها الخاصة. لكن أنا بلاقي أنه لما كل جمعية عمومية لا يكتمل الصبغ القانوني، بلاقي جملة تحيا مصر، فببقى مستغرب جدا ايه علاقة تحيا مصر بجمعية عمومية الهيئة الرياضية لم تكتمل. هو تحيا مصر بعدم الاكتمال. بعدم الاكتمال، هو تحيا مصر بتغييب الديمقراطية، هو تحيا مصر بأن نقطع ألسنة الناس وألا يقولوا نعم أو لا. يعني أنا ما بقولش إنه الجمعيات تكتمل عشان خاطر يقولوا نعم، لا، ممكن الناس تيجي وتقول لا، يعني بس الناس تيجي وتشارك، وفي كلا الاحوال ما ينفعش ان انا لما ما تكتملش اقول تحيا مصر، ده من ناحيه المبدا. لكن عايز اتكلم على النصوص، لانه صديقي العزيز جدا واللي انا بحبه وبحترمه المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه، طلع وانتقد النادي الاهلي بشكل انا يعني اراه لم يكن لائقا، لما قال على سبيل المثال الاهلي في لائحته سواء 2014 او 2017 مصمم على انه شرط اداء الخدمه العسكريه او الاعفاء منها. طب وهنا مفيش تحيا مصر ليه فعلا؟ لا، ده هنا مصر ضاعت، مش تحيا مصر، هنا تسقط مصر، لانه مجلس اداره الاهلي سواء السابق برئاسة كابتن حسن حمدي أو الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر مصممين على هذا البند. اللائحة الاسترشادية ألغت هذا وقالت أنه ممكن الإنسان الذي تهرب من أداء الخدمة العسكرية وقعد سنين طويلة سواء مختفي سواء جوه مصر أو بره مصر، وجه وراح للنيابة العسكرية ودفع غرامة أو دفع فلوس وسوى أموره، فيبقى من حقه أنه يترشح. الأهلي بيقول لا، وقال لا في الماضي وقال لا وله حقه في ذلك. فطلع السيد الوزير بيقول طب هو لو انتوا في الاهلي شايفين انه ده خائن للوطن، طب ليه ما بتسقطوش عضويته العامله وتطلعوه بره النادي خالص؟ طبعا ده منطق غريب جدا، وانا عندي جرائم مخله بالشرف، فدي تمنع صاحبها من وظائف معينه، لكن هي لا تمنعه من حق الحياه وانه يشتغل وانه يعيش عادي ومكفوله كل حقوقه الدستوريه. هو مفيش يا فندم، انا هقول لحضرتك، مفيش شركات مالتي ناشونال، مش هقول لك كمان شركات وطنيه، لما بتيجي تتعامل بقانون العمل المصري وحضرتك بتتقدم لهذه الوظيفه وبتسالك اول سؤال موقفك من التجنيد، وممكن لما تلاقي ان حضرتك مسوي امورك مع القوات المسلحه بهذا الشكل، انك امتنعت عن اداء الخدمه وانك تصالحت بهذا الشكل، لا تقبله. لان في الكثير من الاحيان لما بيجي يبصوا الناس اللي ادت الخدمه العسكريه بيبقى ليه في تقرير سلوك حسن، قدوه حسنه، كذا، الكلام ده بيفرق مع من يعين، مع اللي هم مديرين الموارد اللي هم الاتش ار. لما بيلاقي حد قدوه حسنه في القوات المسلحه، ده معروف ان الراجل ده ادى دوره، بيعرف يتعامل تحت ضغوط، بيقدر يؤدي الادوار اللي هو مطلوبه منه، وفي الاخر هو خدم بلده. طب انا ازاي اساوي هذا برجل هيقود اكبر منظومه رياضيه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى القطر المحلي وعلى مستوى الشرق الاوسط وفي افريقيا؟ ازاي اكون انا قدوه للشباب وانا متهرب من الخدمه العسكريه؟ انا بتكلم هنا عن بعد اخلاقي وبعد وطني. يعني هل يليق باي مؤسسه رياضيه كانت او غير رياضيه في هذه الاوقات تحديدا التي يستشهد فيها جنود وضباط على أرض سيناء، هل يليق أن أنا أعفي مؤسستي من شرط أداء الخدمة العسكرية وأكافئه الذي تهرب من أداء هذه الخدمة ولم يكن مثل زملائه حاملا لسلاحه ليدفع ضريبة الدم وضريبة الوطن، وأكافئه بحقوق هو لا يستحقها؟ بصراحة في أحد النوادات يا فندم، أحد أعضاء الجمعية العمومية قال لك هو انا ينفع اقارن واحد كان بيحارب في حرب اكتوبر
واحد كان مسافر في احد الدول؟ ما هو ما يعني ازاي؟ فانا بس بتكلم على انه النادي الاهلي ليس هو الذي ياتي بالغرائب، والنادي الاهلي ليس هو الذي يطلب ما هو ليس حقا وليس منطقيا وليس عاقلا. النادي الاهلي يطلب، يشترط شرط بسيط جدا، هو انه من يريد ان يكون عضوا بمجلس اداره النادي الاهلي او رئيسا للنادي الاهلي ان يكون ادى الخدمه العسكريه او اعفي منها. الكذبه الاخرى او الترويج الاخر اللي بيقوله بعض الناس هو انه ده بند يمنع الشباب من خوض الانتخابات، وهذا غير صحيح على الاطلاق. لانه انت لو انت شاب تحت السن الـ30 ولسه طالب او لسه وعايز ترشح نفسك ومعاك تأجيل للتجنيد هتخش الانتخابات. احنا بنتحدث عن من تهرب من اداء الخدمة العسكرية، هذه هي الحالة التي لن يعود من حقك فيها ان تخوض انتخابات النادي الاهلي مرشحا لعضوية او رئاسة. فده بوضوح شديد جدا، وده كان منصوص عليه في لائحة الاهلي الاولى ومنصوص عليه ايضا في لائحة الاهلي. طب يا فندم، يعني البند ده ممكن يزعج وزير معالي الوزير في ايه؟ يعني البند الموضوع اداء الخدمة العسكرية. هو انا اذا جاز لي ان انا اقول نصيحة لصديق قديم ودائم وعزيز اسمه خالد عبد العزيز، يعني كنت اتمنى ولا ازال اتمنى ان تظل يا سيادة الوزير على الحياد بين كل الاطراف. لماذا تريد ان تكون شريكا او طرفا في اي معركة تخص هذه اللائحة؟ الذي قيل لنا أن اللائحة أعدتها اللجنة الأولمبية المصرية، وأن اللجنة الأولمبية المصرية هي التي تتولى الإشراف على الجمعيات الخاصة وعلى تنظيم إجراءاتها، ده اللي بيقال لنا. المفروض كان الوزير يبقى هو المرجعية سواء لينا أو للجنة الأولمبية، يعني أنت الطرف المحايد، أنت ممثل الحكومة الذي سنلجأ إليه حينما يقع بيننا خلاف أو صدام، ولكن أنت جعلت نفسك طرفا في المشكلة، مع أن أنت مفروض أكبر من أن تصبح طرفا في مشكلة بين لجنة أولمبية وأي نادي أو اتحاد أو مركز شباب. ده وضع طبيعي. طب دكتور ياسر، هل تم التواصل ما بين اللجنة الأولمبية مع الأندية